وحتى من جانب كل المهتمين في هذا الأمر. احنا قلنا ان القمة العربية الأوروبية هي منصة جديدة، منصة أخرى للتعاون، للتنسيق، للتشاور، للحوار فيما بيننا. نحن ثقافتين مختلفتين، نحن منطقتين لهما، كل منطقة لها ظروفها الخاصة بها. خلينا أقول للمراسل اللي جاي اللي بيتحدث في هذا الأمر، الأولوية في الدول الأوروبية هي تحقيق الرفاهية لشعوبها والحفاظ عليها. الأولوية بالنسبة لنا احنا في بلدنا هي الحفاظ على بلدنا ومنعها من السقوط والانهيار والخراب كما ترون في دول كثيرة موجودة جنب مننا. فالأمر مختلف، فلابد ان احنا نتفاهم فيما بيننا ونعلم ان الأولويات اللي موجودة والأهداف اللي موجودة وإن كانت مختلفة لكن ممكن يبقى في قواسم مشتركة نتعامل بها مع بعضنا البعض. لا يمكن أبدا يعني نغفل ما يحدث في منطقتنا العربية من تداعيات كبيرة جدا جدا وتأثيرها، وما تفصلوش عن الواقع المصري اللي كان ممكن بشكل أو بآخر يكون مثيله. وأنا قلت الكلام ده في أكتر من مرة وفي أكتر من لقاء، في حتى في ألمانيا وأثناء لقاءاتنا مع حتى مع في فرنسا وفي مصر، إن يا جماعة من فضلكم وأنتم بتتحدثوا عن الواقع اللي موجود في بلادنا ما تفصلهوش عن المنطقة وما يحدث فيها. ده مش معناه أبدا تجاوز للقانون، وده مش معناه أبدا إن احنا يعني نتكلم على تجاوزات في حقوق الإنسان، وده كلام من السياسة أنا بقوله لكم، ده مش كلام سياسي انا بقوله عشان ارضي الجانب الاوروبي، لكن ارجو ان احنا نكون متفاهمين ان شرم الشيخ اللي انتوا قاعدين فيها دلوقتي ديت، هذه المدينه بتتحول بعمل ارهابي واحد الى مدينه اشبح. بعمل ارهابي واحد يحدث في هذه المدينه اللي انتوا شايفينها وبتقولوا انها مدينه رائعه وجميله وفيها اماكن لاستقبال مئات الالوف من البشر، من المواطنين، للاستمتاع بالطبيعة وبالجو والمناخ اللي موجود، وفي نفس الوقت يوفر دخل لمصر وللمصريين العاملين في هذا القطاع. عندما يحدث حادث إرهابي واحد هذه المدينة تتحول إلى مدينة إشباح لمدة 3 أو 4 سنين. برضو أنا عايز أقول إن ده مش معناه تجاوز في حقوق الإنسان، ولكن أنا عايز أقول لك إن حجم التحدي اللي موجود جوه مصر ومجابهته، يعني على سبيل المثال لما تيجي إجراءات تتاخد في أوروبا لعمل إرهابي يحدث في فرنسا أو في بلجيكا أو في أي دولة أخرى، هو عمل واحد. لكن إذا كانت دولة زي مصر بتتعرض على مدار الخمس سنين اللي فاتوا دول لأكثر من مئات ويمكن تكون آلاف من الأعمال الإرهابية على مدار هذه الفترة، يبقى تتصور مجابهتها هيترتب عليها إيه؟ لكن في الاخر هو النهارده ارجو ان يعني ان احنا ننظر بعين الاعتبار، وزي ما قلت مره قبل كده دايما ان الاولويات والاهتمامات اللي موجوده عندنا مهم قوي ان انتم تشوفوها بظروفنا اللي احنا موجودين فيها. نقطه اخيره في هذا الامر، انتم تتكلمون عن عقوبه الاعدام ونحن نقدر لكم ذلك ونوافق عليه ليكم، لكن ارجو الا تفرضوا علينا، وإلا يبقى المؤتمر اللي احنا بنتكلم فيه ده